يقول يا امين الليل طرف وصدري يا امين. ده شغال ولا مو شغال؟ سلام. وانت انه مو شغال عرفناه وحفظناه المنزل والله. يا سلام والله. يا امين الليل طرف وصدري يا امين، ضيقت فيه الطواري وسجيت وسريت، احسب ان صدري دواوين قصر البابطين يوم شرعها الجابر بعد حرب الكويت. ما دريت انه من الضيق مجلس بيض طين، لان حاولت اتصبر ولكن ما قويت. واهنيك تقدر تشوف من حطك عوين، ولا انا لو شفت زوله من بعيد استحيت. علم اللي ينكر الطيب والعشرها سنين، علم اللي بعت غيره وغيره ما شريت، قل لهن بعد ساعه زمانه مسافرين. لا سلو في ليله السبت هل بنت السبيت. انكسر غصن المواصل على جسر الحنين، بعد ما هز هوى الشوق وبغضت المبيت. لا يمي في صاحبي يشري القلب الحزين، لا يعاتبني على ترجمة فكره وبيت. والله اني ما كتبت رضا للسامعين، ولا كتبت لجلت شرح رضا، ما انشيت اكتبه من طعنت العشق لجنب المتين. طعنت اللي طبت منها ومنها ما شكيت. ودنا بالقرب والقرب عي لا يحين، كل ما لانت له الروح قلبه يستميت. وهنية يرقد الليل ما بيح سكنين، ولا انا يرفع صوت المساجد ما غفيت. علموه ان الفارق على المشتاق شيء، وعلموه ان كان ناسي تراني ما نسيت. حافظ حبه وقدره ولا عذر سمين، مثل حفظي للامان وحبي للكويت. وسلامتك احسان. الله وجهك.